فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عندك جهاز كمبيوتر، أو أحد الأجهزة الذكية، الكثير من الناس اليوم جربوا هذه الأجهزة. مثلا الكمبيوتر، أول ما تشغل جهاز كمبيوتر سرعته في القمة، سرعة تلقي الأوامر في القمة، سرعة تنفيذ هذه الأوامر في القمة. في القمة يعني قمته، حده كم، سرعته كم. فرضا 3 جيجاهرتز، هذا 3 جيجاهرتز يؤدي هذا المقدار في بدايته. ثم تدخل معلومات إلى هذا الجهاز، تحذف معلومات، معلومات تدخلها تحذفها، تدخل معلومات أخرى تحذفها. فيروس يدخل إلى الكمبيوتر، تنظف الكمبيوتر من الفيروس، فيروس ثاني يدخل تنظفه من الفيروس. 3 سنوات، 4 سنوات، 10 سنوات، هذا الجهاز يشتغل، يعمل على هذا الوضع باستمرار عمل. بعد 10 سنوات هذا الجهاز اللي سرعته مثلا 3 جيجا هرتز مثلا، سرعته ايش قد ينزل؟ عملا سرعته توصل الى 1، احيانا اقل. هي المشكله ليست فقط مشكله السرعه، سلام عليكم، انما المشكله العطل الذي يحصل في هذا الجهاز. مرة واحدة الجهاز يتعطل، تحتاج إلى تصليح كذا، يأخذ من كذلك أياما أحيانا. الجهاز ينصلح يرجع بعد أيام مرة ثانية عطل. هذا وضع الكمبيوتر، هذا وضع الأجهزة الذكية. مثلا أقول الأجهزة الذكية أو الكمبيوتر لأنها أشياء شائعة، هذا وضع السيارة. الإنسان في بعض جوانبه بالضبط مثل السيارة، بالضبط مثل الكمبيوتر. الكمبيوتر الجديد بسرعة يتلقى، بسرعة ينفذ. الإنسان الجديد هكذا، الطفل بسرعة يتلقى، بسرعة يأخذ، بمقدار حجمه، بمقدار سرعته،
بمقدار قوته. عبر ما شئت. الأشخاص يختلفون، ولكن الإنسان الجديد مثل الجهاز الجديد. شيئا فشيئا الجهاز يعمل. عمر الجهاز ايش قد؟ 10 سنوات. عمر الإنسان 100 سنة مثلا. تقسم عمر الجهاز اللي هو 10 سنوات إلى 10 أقسام. بعد 50% خلاص الجهاز عمله مو ذاك العمل. الإنسان نفس الشيء، اللي يريد يعيش 100 سنة مثلا، بعد 50 سنة هذا مو ذاك الإنسان الأول في سرعة تلقيه، في سرعة تنفيذه. معلومات تدخل، معلومات تحذف. القضية هذه صادقة، هذه كاذبة، هذا كذا. كسرعة السرعة تنزل. كقدرة تلقي، قدرة التلقي تنزل. كحفظ، الحفظ يضعف. وذلك بسبب الحياة الموجودة للإنسان، مشاكل، هموم، معلومات، هذه كلها بالنتيجة تأخذ شيئا من هذه الطاقة التي مدتها مثلا 100 سنة. طاقة هذه تأخذ شيئا فشيئا. الكمبيوتر اللي احنا نحب نعمل مع الكمبيوتر الجديد، هذا كمبيوترنا جديد بالنسبة للشباب. كلامي الشباب، هذا الكمبيوتر عندهم جديد. شوية الإنسان يكبر في العمر، هذا الكمبيوتر بعد مو جديد، يضعف. تريد تعطيه، اعطيه في فترة قوته. تريد تحفظه، حفظه في فترة قوته. تريد تعلمه، علمه في فترة قوته. استقبال قوي ما يتعبك. إذا شوية كبر يتعبك. الروايات الشريفة فيما يرتبط بالشباب، روايات كثيرة تتحدث عن أبعاد مختلفة للشباب، تتحدث عن شهوات الشباب، تتحدث عن طريقة تعامل الشباب مع الأمور، مع القضايا. هذه موضوعات لسنا الآن بصددها، وموضوعات مهمة طبعا. لعل هذه الموضوعات تكون أكثر أهمية للمربين. ولكن هناك موضوع يهم المربي ويهم الشاب نفسه. هذه الفترة، فترة الشباب، ليش أقول فترة الشباب؟ هي بداية الإنسان، مو فترة الشباب فترة الصباوة. لا، فترة الصباوة فترة تعلم الصبي على الحياة. ما يدري عن الحياة شيء. الطفل يفتح عينيه في عالم جديد. أول شيء لاحظوا هذا الشيء في الأطفال، أول شيء الطفل ينظر إلى كل شيء باستغراب. الطفل أول ما يولد عادة عيناه لا ترى شيئا، أذناه عادة لا تسمع. شيئا فشيئا يبدأ يسمع، يبدأ يرى. الطفل اللي ولد لتوه حرك إيدك أمام عينه، عادة ما يتحرك، عينه ما تتحرك، ما ينظر إلى الأشياء. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على الأطفال. شيئا فشيئا يفتح عينيه في دنيا، في عالم، فينظر إلى الأشياء باستغراب. شيئا فشيئا ينظر إلى الأشياء بعنوان أنه شيء، لعله قابل للعب. إلى أن يتجاوز مرحلة الصباوة. هذه المرحلة لا، الآن جاء إلى الدنيا،
الآن فتح عملا عينيه على الدنيا. الروايات الشريفة التي تتحدث عن أهمية التلقي في هذه الفترة، فترة الشباب، أنا أذكر لكم بعض الروايات الشريفة في هذا المجال. أولا، قيمة فترة الشباب. إذا الذي ولد غنيا عرف قيمة الغنى، الشاب هم راح يعرف قيمة الشباب. ذاك ما راح يعرف قيمة الغنى، هذا هم ما راح يعرف قيمة الشباب. إذا الذي كان بالصحة كاملة جسمانية ما متمرض ولا مرة عرف قيمة الصحة، الشاب هم راح يعرف قيمة الشباب. مثل ما ذاك ما راح يعرف، هذا هم ما راح يعرف. ولكن هذا لي ولا أمثالي. في الحديث الشريف عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما، الشباب والعافية. أنا أقول هناك فارق خارجي بين الشباب والعافية. العافية كثير من الناس يجربون المرض ثم العافية، المرض ثم العافية، أو على الأقل أعراض، فلعله يعرفون شيئا شيئا ولو قليلا من قيمة العافية. ولكن الذي أصيب بمرض عادة لا يطيب، عادة لا يشفى من هذا المرض، مرض صعب 10 سنوات 15 سنة، مريض بعد 10 سنوات رجعت له العافية، هذا يعرف قيمة العافية. الشاب مشكلته أنه ما يجرب شيء آخر غير الشباب. الإنسان عادة يجرب المرض أو الأعراض على الأقل وترجع للعافية، الشاب لا، هو في فترة الشباب إلى أن تزول هذه النعمة، بعد ما زالت توه يعرف، يعرف ماذا كان عنده. إن شاء الله الشباب يعرفون إن شاء الله. حديث شريف آخر، بعض الأحاديث الشريفة، أحاديث السلام عليكم ورحمة الله، إلى حد ما بتصورنا أحاديث شديدة، أحاديث قوية. لكن لو كنا نعرف ما وراء نفسية الإنسان، ما وراء حياة الإنسان، ما يكون في مستقبل الإنسان، كنا نشوف لا كلام عدل. أهل البيت ما قايلين، بعدهم ما قايلين شيء. هذا الحديث الشريف من هذه الأحاديث. يمكن الشاب شوية، الشاب غير المتدين، المتدين مسلم، يسلم أمره لله عز وجل ولأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ما عندنا مشكلة ويا الشاب المتدين. لا، الشاب غير المتدين، يمكن الشاب غير المتدين يشوف شنو هالكلام، ولكن اللي يعرف المستقبل يشوف كلام في محله. في حديث شريف عن الإمام أبي الحسن الأول، يعني الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام: لو وجدت شابا من شبان الشيعة لا يتفقه، أقرأ ولا لا؟
جاي يضيع عمر ما يتفقه. الإمام عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك وما فعل في حياته ذلك، ولكن الإمام جاي يبين الاستحقاق. لو وجدت شابا من شبان الشيعة لا يتفقه لضربته ضربة بالسيف. حديث قوي. اللي يعرف المستقبل يشوف له حديث في محله، اللي فقد فترة الشباب يعرف حديث في محله، اللي يعرف قيمة التفقه يعرف الحديث في محله، اللي يعرف ضرر ترك التفقه يعرف الحديث في محله. في المستقبل ما راح تتعلم، ما راح تتعلم اللي تعلمته في فترة الشباب. تعلمت الطريق اللي اهتديت إليه في فترة الشباب. عادة أتكلم لكل شيء استثناء، هو الطريق اللي راح تمشي عليه. اتعلمت في فترة الشباب التكاسل، عادة إلى آخر عمرك راح تكون كسلان. مو أنتوا الكلام البعيدين عنكم. تعلمت في فترة شبابك المثابرة، عادة تبقى مثابرا. تعلمت في فترة الشباب التقاعس، عادة تكون متقاعس. تعلمت تكون مجاهد، عادة تبقى مجاهد. عادة الشيء الذي يتعلمه يتلقاه الإنسان في فترة شبابه شيء عظيم. هذا شيء جاهز وتخلي فيه شيء معين يبقى عادة. بعدين تريد تخليه، ما أقول مو ممكن، ممكن. هناك كبار في السن دخلوا في كبر السن إلى مجال العلم وأصبحوا علماء كبار، شيء ممكن، ولكن عادة ما يحصل إلا شيء قوي حركه، وأحيانا يحصل هذا الشيء القوي. حديث شريف آخر عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، إما عالما أو متعلما. إما هو واصل صاير عالم، أو على الأقل في الطريق. فإن لم يفعل فرط، فإن فرط ضيع، فإن ضيع أثم. بقية الحديث ما أقرأ لكم إياه، إن شاء الله بعيد عنكم. إن شاء الله بعيد عنكم وعنا جميعا. حديث شريف آخر عن المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: إنما قلب الحدث الشاب كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء إلا قبلته. حديث شريف آخر، هذا آخر حديث نقرأه الليلة إن شاء الله. أحاديث كثيرة ولطيفة. هذا الحديث الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال للأحول: أتيت البصرة؟ الكلام عن الشباب موجه إلى فئتين،
المربين والشباب أنفسهم. اللي عنده شاب سواء في بيته ابنه بنته، المربي معلم، المربي اللي حوله أكو شباب، كل هؤلاء الخطاب موجه لهم، والخطاب موجه للشباب أنفسهم. قال عليه الصلاة والسلام للأحول: أتيت البصرة؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: كيف رأيت مسارعة الناس في هذا الأمر ودخولهم فيه؟ شلون الناس مع التشيع جاي ينتبهون له؟ لا، التشيع نور عظيم، الناس شلونهم جاي يشوفون هذا النور أم لا؟ فقال: والله إنهم لقليل. إلى اليوم الوضع هكذا، اللي يرى الحق قليل. وقد فعلوا، يقول يعني مو أنه ماكو، لا، أكو بعض الناس جاي ينتبهون بس قلة. وقد فعلوا وإن ذلك لقليل. مرة ثانية يأكد. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالأحداث الشباب، فإنهم أسرعوا إلى كل خير، مجالهم لقبول الخير أكبر، سرعتهم أشد، المشاكل التي تجعلهم يبتعدون عن الحق مشاكل أقل، المخزون الفاسد في أذهانهم أقل. ذاك اللي 70 سنة يحب فلان وفلان، تريد تطلع حبهم من قلبه مو سهل، هذا توه الفساد بعد ما مستشري في قلبه، بعد في مجال. شنو الإمام قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: عليك بالأحداث، فإنهم أسرعوا إلى كل خير. تعليق واحدة فقط: هم أسرع إلى كل خير. الإمام عليه الصلاة والسلام يتحدث عن بعد، أنا أريد أبين بعد آخر. أنا أقول تعليقا على كلام الإمام عليه الصلاة والسلام، طبعا كلامي مو كلام الإمام، تعليق. أنا أقول: فإنهم مثل ما هم أسرع إلى كل خير، فإنهم أسرعوا إلى كل شر. اللي يفجر الناس منه شباب، الإرهابيون عادة شباب، الذين ينفذون الفساد عادة شباب، المرأة اللي تفسد الشباب شاب عادة، الرجل اللي يفسد البنات شاب عادة، اللي يسوق للمخدرات اللي يسوق عادة شاب، اللي يحرف الناس في أي مجال عادة شباب، فإنهم أسرعوا إلى كل خير. أنا أقول: وإنهم أسرعوا إلى كل شر. الإمام عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الخير، يتكلم عن دين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هو الدين الحق، هذا الخير. أنت تريد توصل الخير للناس، الشاب أسرع يتلقى الخير، ولذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: فإنهم أسرعوا إلى كل خير، لأن الإمام جاي يتحدث عن الخير. ولكن في الجانب الثاني نفس الشيء. يعني شنو أريد أقول؟ أريد أقول إذا الخير ما وصل إليه هو أسرع إلى الخير، إذا الخير ما وصلت إليه هو أسرع في الشر أيضا، هو يتلقى. إذا وجهت سويت إنسانا نزيها نظيفا فبها،
ولا يفسد بسرعة يروح للفساد. الخطاب لمن؟ أؤكد مو فقط للأولياء، مو فقط للمربين، للشباب أنفسهم. يعني شنو؟ يعني أنت الشاب إذا ملأت فكرك بالشيء الحسن بسرعة يتلقى، بسرعة يتقبل. ما ملأته راح تملأ بشيء فاسد. إذا تعلمت في فترة الشباب التجنب عن المحرمات فبها، وإلا بسرعة يروح للمحرمات الشاب. الرجل الكبير في السن تريد تمشي نحو الشر تحتاج لك ساعات وساعات، أيام وأيام. أما الشاب تريد تمشي نحو الشر 5 دقائق بس، افتح له لقطة مقطع صغير في اليوتيوب خلاص في مال، بس أرسل له مسج واحد، صوت، فيديو، خلاص ركب. اللي عنده قوة استعداد بسرعة يروح الصوب، وبسرعة يروح الصوب. لازم هو يدير باله قبل الآخرين، هو لازم يدير باله على نفسه لأنه بسرعة يتغير. يعني شنو؟ يعني باستمرار توجيه. البعض من الشباب يعترض على الآخرين، يقول أبوي ما علمني، أمي ما أدري كذا، أخوي، بيئتي، أصدقائي. أنا ما أقول هالأشياء مو مؤثرة، قطعا مؤثرة، ولكن العذر مو مقبول. مثل ما هذه الأشياء مؤثرة، أنت أيضا مؤثر، بل أنت المؤثر الأكبر. عليك بالأحداث فإنهم أسرع إلى كل خير. خلنا نختم حديثنا بحديث، قلنا هذا الحديث آخر حديث، لا خلوا حديث ثاني أذكره. هذا مو للشباب، هذا للشياب. حتى الشياب هم يفرحون أنهم شباب. في حديث شريف الكافية الشريف، هذا الحديث ورد بهذا المضمون، ورد في تفسير العياشي أيضا. أنا أقرأ عبارة الكافي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام. قال الإمام عليه الصلاة والسلام لرجل: ما الفتى عندكم؟ الفتى يعني شنو؟ من هو الفتى؟ فقال له: الشاب. الفتى يعني الشاب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، الفتى المؤمن، حتى لو مشيب يقول أنا فتى. الإمام استدل، قال عليه الصلاة والسلام: الفتى المؤمن إن أصحاب الكهف كانوا شيوخا فسماهم الله عز وجل فتية بإيمانه، إنهم فتية آمن. القرآن الكريم في سورة الكهف الله عز وجل يعبر عن هؤلاء وهم شيوخ، ولا واحد منهم شاب، عبر عنهم بفتية. فالفتى هو المؤمن اللي قلبه يتضمن، يحتوي حب رسول الله، حب محمد وآل محمد. هذا قلبه بعد شاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا بأنوار أهل البيت. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد.
عظمت الذنوب يا كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجيب.